السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بيكم في فيديو وريفيو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود وانا مش جديد عليكم. ومعانا النهارده ام جي زد اس، برده عربيه مش جديده عليكم. النهارده هنتعرف على ام جي زد اس بس بشكل مختلف شويه، من منظور مختلف شويه. العربيه زي ما قلت لكم مش جديده، اتكلمنا عنها بشيء من التفصيل في تقارير مختلفه ومكتوبه، هتلاقوها موجوده على موقعنا عالم السيارات دوت نت. زملاء كتير كمان عملوا ريفيوز للعربيه وعملوا تجارب قياده للعربيه واتكلموا عنها بشيء من التفصيل، هتلاقوا برده كل ده موجود على اليوتيوب. ولكن النهارده هنتكلم على ثلاث حاجات مختلفه في العربيه. اول حاجه هي ان النسخه اللي قدامكم دلوقتي دي هي موديل 2022 مش 2021، فبالتالي هيبقى في سؤال بديهي، هل حصل اختلاف ما بين 2021 و2022 في التجهيزات؟ هنتكلم عنه بس بعد الفاصل. عندنا كمان حاجه وهي الارقام المتعلقه بالمبيعات واداء العربيه دي في السوق المصري وفي الشارع المصري في الفتره من يناير لحد سبتمبر 2021، اخبارها ايه. الحاجه الثالثه والاخيره هو جدول اسعار الصيانات الخاصه بالعربيه اللي تم اعلانه او الكشف عنه من خلال منصور للسيارات، طبعا هو وكيل علامه ام جي الصينيه. النهارده هم دول ثلاث حاجات هنتكلم عنهم في الريفيو بشكل اساسي، بالاضافه طبعا او الى جانب اكيد التفاصيل المتعلقه بالتجهيزات الخارجيه والداخليه، واهم الاختلافات ما بين الفئات الثلاثه. العربيه لسه بتطرح بثلاث فئات في 2022، اهم الاختلافات في التجهيزات ما بين الفئات الثلاثه اللي بتطرح بيهم. فاصل صغير ونبدا بقى نجاوب على الاسئله بتاعتنا. زد اس واحدة من العربيات اللي بتنافس في فئة الاس يو في متوسطة الحجم او السيجمنت بي، والفئة دي زي ما بنقول كده فيها منافسة طاحنة جدا، وده بيرجع لعدة اسباب. مبدئيا تصميمات العربيات بشكل عام في الفئة دي تصميمات مميزة وفيها فرايتي او تنوع كبير، سواء كان على مستوى الشكل الخارجي او حتى على مستوى الابعاد بتاعة العربية، بالاضافة كمان لانه ابعاد العربية في الفئة دي مناسبة جدا للشوارع والطرق المصرية والحتت اللي هي بتبقى ضيقة او كده. بالاضافة كمان لنقطة مهمة جدا وهي نقطة تسعير الفئة دي، الفئة دي تسعيرها مناسب جدا لكتير من الناس، ودايما بتفاضل ما بين السعر بتاع العربية دي لو هركب بيه اس يو في او هركب بيه سيدان، فدايما بنميل اكتر للعربية الاس يو في وتحديدا في فئة الاس يو في متوسطة الحجم، فبالتالي بقى في منافسة شرسة جدا في الفئة دي. طيب، وفقا لتقارير امك الاخيرة المتعلقة بأداء العربيات في السوق المصري بشكل عام، الفئة دي تحديدا اللي هي الاس يو في متوسطة الحجم في الفترة من يناير لحد اغسطس 2021 اتباع فيها في السوق المصري 8566 عربية. 8566 عربية استحوذت ام جي زد اس فيهم على النصيب الأكبر، بنتكلم في 46% من الرقم ده حققته مبيعات ام جي زد اس لوحدها، اولموست تقريبا نص الرقم ده بتاع ام جي زد اس مبيعات من الفترة من يناير لحد اغسطس 2021. العربية دي باعت 3955 عربية، فطبعا ده رقم بيدينا مؤشر قد ايه العربية دي نجحت جدا على مستوى التسويق بتاعها، على مستوى ادائها في الشارع المصري، والا ما كانتش باعت الرقم ده. زي ما قلت لكم 46% من مبيعات الفئة دي من يناير لحد اغسطس كان لصالح الام جي زد اس. عايز اقول لكم كمان ان في اغسطس لوحده في 2021 اللي هو من شهرين تقريبا، العربية دي لوحدها باعت 1024 عربية، وده رقم يعتبر محترم جدا مقارنة بمبيعات كتير من منافسينها في السوق المصري. في سبتمبر اللي هو اللي فات، اللي هو الشهر اللي فات، ام جي بشكل عام كبراند هي اكتر براند عربياتها ترخصت في وحدات المرور على مستوى الجمهوريه، وطبعا ده مؤشر كبير جدا ومؤشر كويس جدا بيدينا قد ايه العربيه دي وتحديدا براند ام جي حاضر عندنا في الشارع المصري. بنتكلم في تقريبا 2400 وشويه عربيه، 2450 تقريبا او 2840 عربيه ام جي تم ترخيصهم، سواء بقى ام جي في الاس يو في فئه الاس يو في او فئه السيدان، ولكن بشكل عام هي ام جي كانت الاكثر ترخيصا على مستوى وحدات
وحدات المرور على مستوى الجمهورية في فترة سبتمبر 2021. فبالتالي احنا بنتكلم على صعود نجم جديد او علامة جديدة موجودة دلوقتي في الشارع المصري، اثبتت وجودها واثبتت ان هي عربية تستحق ان المستهلك المصري يثق فيها بشكل كبير، وهي علامة ام جي الصينية. تصميم العربية بالمناسبة بالكامل بيجي من بريطانيا، يعني التصميم بالكامل بشكل عام في عربيات ام جي بيجي من بريطانيا. عندنا كمان الكنترول يونت في العربية كله من شركة بوش الألمانية، وطبعا دي برضو من الحاجات المميزة في العربية، وفي كمان شوية حاجات في الميكانيكا كده هنتكلم عنها مميزة في العربية. ولكن خلونا نرجع كده لنقطة تسعير العربية. في 2022 العربية لازالت زي ما قلت بتطرح بالثلاث فئات اللي كانت بتطرح فيهم ب 2021. طيب الفئة الأولى سعرها 270,000 جنيه، الفئة الثانية سعرها 285,000 جنيه، والفئة الثالثة والأعلى تجهيزا اللي معانا النهاردة سعرها 303,000 جنيه. طيب السؤال برضو اللي سألناه في الأول، هل حصل فروق في التجهيزات ما بين 2021 و2022؟ الإجابة وبكل وضوح وصراحة لا، نفس التجهيزات ونفس توزيع التجهيزات ما بين الفئات الثلاثة اللي كانت بتطرح بيهم العربية في 2021 هو اللي موجود في 2022. تعالوا بقى نبتدي في مقدمة العربية ونتعرف على أبرز التجهيزات في مقدمة العربية، يلا بينا. زي ما اتفقنا تصميم العربية بالكامل بيبقى من بريطانيا، أما تنفيذ التصميم ده أو تصنيعه بيكون في الصين. من قدام ما عندناش غير اختلافين ما بين الثلاث فئات اللي بتطرح بيهم العربية في 2022، وهم نفسهم الاختلافات اللي كانت موجودة في 2021، لأن زي ما اتفقنا مفيش اختلافات ما بين 21 و22. الاختلافات دي بتحصل في منظومة الإضاءة الأمامية. مبدئيا الدي راننج لايت أو الإضاءة النهارية اللي موجودة هنا، الإضاءة بتاعتها بتيجي LED وموجودة في الفئة الثانية والثالثة، مش موجودة في الفئة الأولى. الاختلاف الثاني هو الفوج لايت الأمامية اللي بتبقى موجودة هنا، الإضاءة بتاعتها بتبقى هالوجين وموجودة برضو في الفئة الثانية والثالثة، مش موجودة في الفئة الأولى. أما الإضاءة الرئيسية الخاصة بالعدسات الأمامية اللي موجودة هنا فهي إضاءة هالوجين في الثلاث فئات، مفيش فيها أي اختلاف، مع عدسة لتركيز الإضاءة عشان تدي إضاءة أفضل. مع ذلك بقية تصميم المقدمة واحد، مفيش فيه أي اختلاف ما بين الفئات. التريم الكروم اللي موجود حوالين الشبكة الأمامية اللي بتيجي بلون رصاصي فيه لمعة شوية، عندنا كمان نفس اللون الرصاصي ده، يمكن أفتح كمان منه شوية، موجود على الديفيوزر الأمامي اللي بيجي بلونين الرصاصي، بالإضافة كمان للبلاستيك الأسود المط اللي بيكمل معايا عند أقواس الكاوتش والعتب بتاع الباب والديفيوزر الخلفي. في عندي فتحات هوية سفلية موجودة هنا، بالإضافة كمان لفتحات التهوية الموجودة على الشبكة الأمامية مع شعار MG بحجم كبير في مقدمة الشبكة أو في مقدمة العربية. ده كده بشكل عام المقدمة. تعالوا بقى ندخل على منظومة الحركة في العربية ونتكلم على نقطة مهمة جدا أنا لسه عارفها وكانت مفيدة جدا بالنسبة لي الحقيقة، حابب أقولها لكم، يلا بينا. MG عملت تركيبة متعلقة بمنظومة الحركة هنا في ZS لطيفة جدا للناس اللي بتدور على أداء عائلي طبيعي للعربية بدون أي وجع دماغ متعلق بقى بالتربو ولا الدي اس جي ولا الكلام ده كله. مبدئيا ما عنديش تصفيح أسفل المحرك وما عنديش كمان مساعدين لرفع الكبوت، لكن عندي العزل اللي موجود هنا عشان يعزل الصوت والحرارة الناتجين عن المحرك عن بقية جسم العربية. التركيبة كالآتي: محرك 1.5 لتر أو 1500 سي سي بتنفس طبيعي، ما فيش فيه أي تربو ولا أي حاجة، مع نقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات بتكنولوجيا شركة آيسن اليابانية. تركبوا على بعض طلعوا منظومة قوة بتطلع 119 حصان وبتطلع 150 نيوتن متر عزم. طيب المنظومة دي كمان استهلاك البنزين بتاعها قياسي جدا ومناسب جدا، بنتكلم في 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر العربية بتمشيهم، وده طبعا معدل بنزين، معدل استهلاك بنزين في ظل ارتفاع أسعار البنزين دلوقتي، فأعتقد إن هو هيكون مناسب جدا لكتير من الأسر المصرية. طيب من ضمن الحاجات اللطيفة اللي عرفتها متعلقة بمنظومة الحركة هنا، مبدئيا عندنا الكنترول يونت في العربية بالكامل من شركة بوش الألمانية، عندنا كمان وحدة التكييف أو تبريد الهواء الموجودة في العربية بتبقى بتكنولوجيا آيسن اليابانية برضو زي نقل الحركة بالظبط. وليه بقول النقطة دي؟ لأنه في حد شخص تكرم يعني وقال لي ان احنا بنسال على مشكله متعلقه بالتكييف، هل العربيه فيها مشكله في التكييف ولا لا؟ لحد النهارده انا ما واجهتنيش اي مشكله متعلقه بالعربيه او حد كلمني على مشكله خاصه بالتكييف، ولكن التكييف لما سالت عليه هنا قالوا لي انه التكييف بتكنولوجيا آيسن اليابانيه. من ضمن الحاجات برضو اللطيفه اللي عرفتها ان الكنترول يونت في العربيه بالكامل من شركه بوش الالمانيه، واضافه كمان موجوده هنا في العربيه انه سير الكاتينه في الموتور بيجي بالجنزير، ما بيجيش رابر، بيجي جنزير، ودي برضو من ضمن الحاجات الكويسه في العربيه واللي هي بتبقى ديوربل اكتر، وطبعا هنتكلم كمان على اثار الصيانات في اخر الفيديو. نظام التعليق في العربيه: الامام بيجي ماكفيرسون والخلفي بيجي تورشن بيمو، ده طبعا متوقع في فئه السعريه والحجميه للعربيات دي بشكل عام، بيبقى التعليق الخلفي نادرا ما بيكون مالتي لينك، بيكون تورشن بيم في الفئه دي. ده كده سريعا ما يتعلق بمنظومه الحركه ومنظومه التعليق في ام جي زد اس 2022. تعالوا بقى نتنقل لجنب العربيه ونتعرف على ابرز الاختلافات ما بين الفئات الثلاثه اللي بتطرح بيهم العربيه في منطقه الجنب، يلا بينا.
في الجنب بقى سيدي الفاضل عندنا مجموعه اختلافات ما بين الفئات الثلاثه اللي تطرح بيهم العربيه. مبدئيا اول اختلاف الجنط، الجنط مقاسه 16 انش في الفئه الاولى، في الفئه الثانيه والثالثه 17 انش، بيجي توتون بالنقشه الرياضيه اللي احنا شايفينها قدامنا اللي هو الفايف سبوكس. الاختلاف الثاني اللي موجود معانا هو الروفلكس، الروفلكس دي مش موجوده في الفئه الاولى لكن موجوده في الفئه الثانيه وفي الفئه الثالثه. طيب بالنسبه للمقاسات الجانبيه فالتجهيزات اللي فيها واحده ما فيش فيها اي اختلاف، الضم بتاعها بيكون يدوي بالشكل ده، ما فيش فيها ضم اوتوماتيكي في الفئات الثلاثه. اما الاشارات الجانبيه اللي موجوده هنا فموجوده في الفئات الثلاثه ما فيش فيها اي اختلاف، والضبط بيكون ضبط كهربائي من جوه العربيه وده برده موجود في الفئات الثلاثه. ما عنديش ازاز خلفي فمي في الفئات الثلاثه وما فيش كيلس انتري، ولكن عندي ستارت ستوب انجن موجود جوه العربيه لكن ما فيش كيلس انتري او دخول عربيه باستخدام المفتاح. طيب الطول الاجمالي للعربيه 4 متر 31 سم، طول قاعده العجلات 2 متر 58 سم، طول قاعده العجلات مناسب جدا وكويس جدا وبينعكس بشكل لطيف جدا على المساحات الداخليه بتاعت العربيه. تعالوا بقى نركب في الكنبه الخلفيه ونتعرف اكتر على المقصوره الداخليه للركاب، ولكن بعد ما نتعرف على الشنطه والتجهيزات الخلفيه اللي موجوده في العربيه. يلا بينا. ظهر العربيه فيه اختلافين اساسيين ما بين الفئات الثلاثه اللي تطرح بيهم العربيه في السوق المصري في موديل 2022. مبدئيا الاختلاف الاولاني هو سنسور الركن الخلفيه اللي موجوده على الاصطدام الخلفي اللي موجود هنا، بتبقى موجوده في الفئه الثانيه والثالثه مش موجوده في الفئه الاولى. ثاني اختلاف عندنا هو الكاميرا الخلفيه اللي موجوده في المنطقه دي، والكاميرا دي موجوده في الفئه الثالثه فقط، مش موجوده ولا في الفئه الاولى ولا في الفئه الثانيه. يبقى كده الفئه الاولى ما فيش فيها سنسور ولا كاميرا، الفئه الثانيه فيها سنسور والفئه الثالثه فيها سنسور مع كاميرا. طيب منظومه الاضاءه ما بتختلفش خالص، منظومه الاضاءه الخلفيه هنا بتبقى ميكس ما بين الال اي دي والهالوجين، الاضاءه الرئيسيه بتبقى ال اي دي، الاضاءه بتاعه الريفرس او الرجوع للخلف واضاءه الفرامل بتكون هالوجين، بالاضافه كمان للفوج لايت الخلفيه اللي موجوده في الثلاث فئات بتكون الاضاءه بتاعتها هالوجين، في حواليها فريم من الكروم عشان يدي منظر شيك شويه للعربيه. الفانوس الامامي الخلفي عفوا بيبقى مقسوم لجزئين حجمه كبير، جزء موجود على باب الشنطه وجزء موجود على رفرف الجانبي الخلفي. الازاز الخلفي اللي موجود هنا بيبقى برده مش فاميه في الفئات الثلاثه لكن جواه سخانات عشان الشبوره والضباب في الفئات الثلاثه. عندنا سبويلر خلفي موجود هنا في الفئات الثلاثه، بالاضافه كمان لاضاءه تحذيريه خاصه بالفرامل بتيجي الاضاءه بتاعتها ال اي دي مع انتنه جانفه القرش، وكل دي تجهيزات موجوده في الفئات الثلاثه ما فيش فيها اي اختلاف مع المساحه الخلفيه وعلامه ام جي اللي حجمها كبير واللي من خلالها بقدر افتح باب الشنطه. لو نزلنا لتحت شويه هنلاحظ ان الديفيوزر الامامي او الخلفي عفوا زي ما قلت لكم بيلحم مع الديفيوزر الامامي مع اقواس الكاوتش والعتب بتاع الابواب من البلاستيك الرصاصي او البلاستيك الاسود المط او المطفي، وعندنا كمان تطعيمات من بلاستيك رصاصي كده موجوده بتدي منظر ديفيوزر او شكل ديفيوزر مع فتحه شكمان وحيده، بالاضافه كمان ل زي ما قلت لكم تريم كروم موجود حوالين الفوج لايت الخلفيه اللي موجوده هنا، والاكسدام نفسه بيبقى ميكس ما بين البلاستيك الرصاصي او البلاستيك الاسود المط واللون الابيض او لون العربيه زي ما احنا شايفين. طيب تعالوا بقى نفتح باب الشنطه، باب الشنطه زي ما قلت لكم بيفتح من خلال علامه ام جي بالشكل ده، بيفتح بشكل يدوي بالكامل مع اثنين مساعدين هيدروليك علشان يساعدوك في فتح باب الشنطه ودي حاجه كويسه، بالاضافه كمان لمساحه تخزينيه بتوصل ل 495 لتر وقابله للزياده مع طي الكنبه الخلفيه 40-60، ومستويين لارضيه الشنطه، ارضيه الشنطه فيها عمق لتحت كده موجود دلوقتي وممكن ارفعها كمان على مستوى اعلى علشان يساعدني في عمليه التحميل وفي نفس الوقت عشان يبقى على نفس مستوى الارضيه اللي هتنتج عن طي الكنبه الخلفيه فيكونوا كلهم ميه واحده، ودي برده من ضمن الحاجات اللي بتساعد جدا في عمليه التحميل. طيب عندي مساحات تخزينيه موجوده كده صغيره موجوده على اليمين وعلى الشمال، عندها شبك موجود عشان يحافظ على اي حاجه ما تتدلقش او تتحرك جوه الشنطه، بالاضافه كمان للجزء السفلي خالص تحت هنا موجود عندي الجزء الخاص بالستبن، موجود طبعا بيبقى مش نفس مقاس الجنط، بيبقى جنط مختلف جنط احتياطي مع العده الخاصه بالستبن اللي هو الكريك والمفك. في كمان عندي الرف اللي موجود هنا بيبقى ناشف شويه علشان اقدر احمل عليه اي حاجه خفيفه لو انا عايز، او استخدمه ككفر او غطا موجود علشان ما اكشفش اي حاجه موجوده في الشنطه. في وحده اضاءه صغيره موجوده هنا في الشنطه لكن ما عنديش يو اس بي او 12 فولت في الجزء الخلفي من العربيه. ده كده سريعا ما يتعلق بالشنطه وتجهيزات الظهر بتاع العربيه بشكل عام. تعالوا بقى نركب في الكنبه الخلفيه ونتعرف على المقصوره الداخليه الزد اس 2022. وصلنا للكنبه الخلفيه في زد اس 2022. مبدئيا اول اختلاف قابلنا هو الفرش، الفرش في الفئه الاولى بيكون من القماش، في الفئه الثانيه والثالثه بيكون من الجلد، اللون بتاع الجلد بيختلف في الفئه الثانيه والثالثه. طيب ايه الاختلاف؟ الاختلاف بيبقى على حسب لون العربيه، في حالات اللون الابيض زي ما احنا شايفين العربيه كده باللون الابيض فبيكون الفرش الداخلي بالاسود والبني، اما في بعض الحالات الوان مختلفه بيكون الفرش بالكامل باللون الاسود، فبالتالي ده بيفرق في لون العربيه او بيفرق مع لون العربيه. ده اول اختلاف ما بين الفئات الثلاثه فيما يتعلق بالجزء الخلفي في مقصوره الركاب. عندنا كمان نقطه مهمه وهو ترمات الكروم اللي موجوده هنا في الباب، دي برده مش موجوده في الفئات الثلاثه، موجوده في الفئه الثانيه
الثالثة بس، أما في الفئة الأولى ما بتكونش باللون ده، بيكون لونها مختلف شوية. أما بالنسبة للماتيريال المستخدم في الأبواب بشكل عام، فهو ما بين البلاستيك اللي موجود هنا في الجزء العلوي من الباب، أو التطعيمات اللي بتيجي من الجلد سواء في البطن بتاع الباب أو على مسند الكوع اللي موجود هنا، لكن ما عدا ذلك الباب بالكامل بيجي من البلاستيك. عندي مساحات تخزين صغيرة موجودة في الباب الخلفي من هنا، بتاخد إزازة مية تقريبا كبيرة يعني، بس إزازة مية يعني كبيرة وبس، مش تاخد حاجة جنبها معاك. طيب ما عنديش مسند ايد خلفي، وفي الفئات الثلاثه مفيش فيها اي اختلاف. ما عنديش فتحه سقف في الفئات الثلاثه، مفيش فيها اي اختلاف، لان ده سؤال انا اتسالته، مفيش فتحه سقف في ام جي زد اس في فئاتها الثلاثه. الكنبه الخلفيه قابله للطي 40 60 من خلال مقبض موجود هنا بالشكل ده علشان يزود مساحه الشنطه زي ما اتفقنا، بالاضافه كمان لاحزمه امان موجوده على الجزء الخلفي، ثلاث احزمه امان موجوده، بالاضافه كمان لاماكن تثبيت مقاعد الاطفال او الايزوفيكس. القعده في الكنبه مريحه وفيها شيء من الثبات، يمكن بس مسند الراس لو انت في طولي هيضايقك شويه، فهتحتاج ترفعه لفوق شويه عشان تبقى قاعد مستريح. ما عدا ذلك القعده بشكل عام مريحه جدا. المساحات بتاعه الارجل سواء مساحه الركبه، انا ظابط كرسي سائق لوضعيه القياده الطبيعيه، ومع ذلك عندي حوالي 4 صوابع قدامي لركبتي، بالاضافه كمان لارتفاع الكرسي عن الارض القابل للضبط بالمناسبه يدويا في الفئه الثانيه والثالثه. الفئه الاولى كرسي السائق ما بيكونش قابل للضبط الارتفاع بتاعه، اما ارتفاع الكرسي هنا في الفئه الثالثه وكذلك في الفئه الثانيه بيكون قابل للضبط يدويا من خلال مقبض موجود قدام هنتكلم عنه. ارتفاع الكرسي عن الارض مناسب جدا وبيخليك تاخد راحتك وانت بتمد رجلك اسفل الكرسي، مفيش فيها اي مشكله. ما عنديش تجهيزات في الكونسول الوسطي اللي موجود هنا. نفق الفتيس الى حد ما مرتفع ولكن مش هيضايق، لان الكونسول الوسطي طالع لقدام شويه، فانا ممكن بكل بساطه احط رجلي على نفق الفتيس، فبالتالي ممكن العربيه تاخد 3 افراد بالغين بشكل الى حد ما مريح، اقرب للراحه يعني، حتى لو على مسافه طويله شويه. فالمساحه في المقصوره الداخليه الصراحه مساحه ممتازه، حتى كمان مساحات الراس مساحه كويسه جدا، حتى لما بركب في المنتصف كمان عندي مساحه راس كويسه، فما تحسش بالخنقه في الجزء الخلفي من العربيه، بالاضافه كمان لمساحات زجاجيه كبيره سواء المساحات الموجوده في الابواب او حتى المساحات الزجاجيه اللي موجوده هنا، مساحات زجاجيه مثلثه صغيره عشان تدي مساحه اضاءه ورؤيه افضل كمان في المقصوره الداخليه للركاب. ده كده سريعا ما يتعلق بالجزء الخلفي من مقصوره الركاب في زد اس 2022. تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم على تفاصيل متعلقه بالانفتيمنت سيستم وعامل السلامه والامان وكل التجهيزات الالكترونيه الموجوده في العربيه. يلا بينا. وصلنا للكونسول الامامي في زد اس 2022. مبدئيا ده جدول الصيانات بتاع العربيه، بتبتدي اسعارها من 1630 جنيه ده في حاله صيانه ال 10000 وال 50000 وال 70000 وال 110000 وال 130000 كيلو، والماكسيمم بتاعك بيكون 5720 جنيه ده في صيانه ال 120000 كيلو. طبعا العربيه بتيجي بضمان 6 سنين او 150000 كيلو ايهما اقرب. هحط لكم الجدول ده برده في نهايه الفيديو بحيث ان انتم لو عايزين تراجعوا على الاسعار او تعرفوا ايه اللي بيتم في الصيانات بالظبط. طبعا الاسعار اللي انا قلتها حالا بتبقى شامله المصنعيه بتاعه الصيانه. طيب ده شكل المفتاح برضو بالمره عشان يعني ايه نبقى قلنا كل حاجه من الحاجات الرفيعه حوالين العربيه. ده شكل المفتاح، بيبقى بيجي بمفتاح مطوى عادي او مانوال ومعاه 3 ازرار، زرار فتح وزرار قفل وزرار فتح للشنطه. العربيه فيها زرار ستارت ستوب انجن، لكن ما فيهاش زي ما قلت احنا بنتكلم بره، ما فيهاش كيلس انتري او دخول عربيه دون صدر المفتاح، لكن زرار ستارت ستوب انجن موجود في الثلاث فئات، ما فيش فيه اي اختلاف. عوامل السلامه والامان في العربيه احد نقاط الاختلاف الموجوده ما بين الفئات الثلاثه، وتحديدا الاختلاف جاي في نقطه وحيده وهي نقطه الاير باجز. عدد الاير باجز الموجوده في الفئه الاولى 2 فقط، وده عدد قليل جدا. في الفئه الثانيه والثالثه 4 اير باج، يعتبر الى حد ما مناسب، لكن لو كان ازيد عن كده كان هيكون افضل، لكن ده الوضع اللي موجود في 2022. اما بالنسبه لانظمه الفرامل فهي موجوده في الفئات الثلاثه كلها، وواحده ما فيش فيها اي اختلاف، اي بي اس، اي بي دي، تراكشن كنترول، والاي اس بي او نظام الاتزان الالكتروني، بالاضافه كمان للهيل لانش اسيست، بالاضافه كمان للتاير بريشر مونيتورنج او نظام مراقبه ضغط الاطارات. فرامل الايد موجوده هنا، بتبقى فرامل ايد يدويه في الفئات الثلاثه، ما فيش فيها اي اختلاف. نظام التكييف في العربيه زي ما قلت لكم احنا بنتكلم في المحرك ان هو بيجي بتكنولوجي ايسن الياباني، بيبقى في الفئه الاولى طبعا ما فيش اوتوماتيك خالص في الفئات الثلاثه، في الثلاث فئات بيبقى التكييف مانوال او الضبط بتاعه بيكون مانوال، ولكن شكل البكر مع الازرار هو اللي بيختلف. ففي الفئه الاولى بيكون بكر، بس في الفئه الثانيه والثالثه بيكون بكر مع ازرار، بيكون شكله مختلف شويه وممكن التحكم فيه من خلال الشاشه الوسطيه اللي موجوده، والشاشه طبعا الوسطيه اللي موجوده هنا بتبقى 8 انش ابل كار بلاي اندرويد اوتو تاتش سكرين، بتبقى موجوده في الفئه الثانيه والفئه الثالثه. اما في الفئه الاولى فبيكون راديو مع بلوتوث سيستم مع فتحه اي او اكس وفتحتين يو اس بي وفتحه 12 فولت وفتحتين يو اس بي و12 فولت، دول موجودين هنا في الفئه الثانيه، وفي الفئه الثالثه برده ما فيش فيها اي اختلاف. السنسيتيفيتي بتاعت الشاشه الى حد ما معقوله جدا، بتدعم اللغه العربيه، ودي برده من ضمن الحاجات اللطيفه في الموضوع،
وممكن من خلالها زي ما قلت لكم توصيل التليفون بالابل كار بلاي او اندرويد اوتو على حسب الاوبريتنج سيستم بتاع تليفونك. طيب عصايه نقل الحركه الموجوده هنا تبقى مكسوه من الجلد مع تطعيمات من الكربون مع تطعيمات من الكروم اللمعه، لكن في كربون فايبر موجود هنا حوالين الكونسول الوسطي زي ما احنا شايفين كده. طيب الجزء الوسطي هنا الكونسول الوسطي بيبقى كله من البلاستيك، في اثنين كاب هولدر مع فرامل الايد اليدويه زي ما قلت مع مسند الايد الموجود هنا غير قابل للاطاله مع مساحه تخزين صغيره موجوده تحت منه، ولكن بيجي من الجلد. عجله القياده بتيجي من الجلد في الفئه الثانيه والثالثه، اما في الفئه الاولى ما بتكونش من الجلد، لكن بشكل عام عجله القياده في الفئات الثلاثه بتكون مالتي فانكشن او فيها مجموعه من الازرار للتحكم في الوظائف المختلفه للعربيه. فعندنا مثلا على يمنا هنا مجموعه من الازرار للتحكم في الشاشه الوسطيه اللي موجوده هنا في شاشه العدادات، شاشه العدادات ميكس ما بين الانالوج والديجيتال. عندنا شاشه ديجيتال 4.5 انش بتيجي ابيض في اسود، ومن خلالها بتظهر كل المعلومات الحيويه الخاصه باداء العربيه، سواء مؤشر البنزين او مؤشر الحراره او المعدل اللحظي لاستهلاك البنزين او التاير بريشر مونيتورنج. وعلى يمينك موجود مؤشر السرعه، مؤشر الار بي ام عفوا، بيجي انالوج او عقارب، وعلى شمالك مؤشر السرعه بيجي برده انالوج. طيب الشاشه الوسطيه دي ممكن اتحكم في الانفوتينمنت او في الانفورميشن اللي بتظهر عليها او المعلومات اللي بتظهر عليها من خلال وحده التحكم الموجوده على يمينك هنا في عجله القياده. اما على شمالك فممكن اتحكم في الانفوتينمنت سيستم بتاع العربيه بشكل عام. العربيه فيها من الفئه الاولى كروس كنترول، والكروس كنترول موجود ليه دراع موجود هنا اسفل الدراع بتاع التحكم في الاضاءه بتاعه العربيه. طيب عندنا كمان على شمالك خالص هنا وحدة التحكم في اتجاه المرايات الجانبية. احنا قلنا المرايات الجانبية في الفئات الثلاثة بيمكن التحكم او ضبطها كهربائيا من جوه العربية مع عدسة او تحكم في ارتفاع عدسة الاضاءة الامامية من هنا بكرة ليها مخصوص، والزراير بقى الخاصة بفتح الكبوت وفتح الشنطة موجودة هنا في على شمالك. على شمالك برضو موجود هنا تطعيمات من البلاستيك الرصاصي المط شوية. الباب بتاع السائق بيجي من هنا من البلاستيك من فوق، وكذلك باب الراكب الامامي بيبقى من البلاستيك من فوق، والبطن بتاعه بيبقى من الجلد بياخد اللون البني او الجملي اللي موجود في العربيه مع وحده التحكم في الازاز الاربعه للعربيه. ما فيش فيهم ولا ازاز اوتوماتيك بالمناسبه، لكن في عندي وحده تحكم. مساحات التخزين في الابواب الاماميه اوسع شويه من الابواب الخلفيه. كرسي السائق اللي انا قاعد عليه ده في الفئه الثانيه وفي الفئه الثالثه قابل لضبط الارتفاع بتاعه يدويا، اما في الفئه الاولى ما فيش ضبط ارتفاع لكرسي السائق. وطبعا دي نقطه مهمه جدا للناس اللي بتبقى يعني قصيره شويه او بتحب تبص على الطريق من مكان مرتفع. طيب بشكل عام الماتيريال المستخدم في الطابلو من قدام هو السوفت ماتيريال، ولكن واخد ستيتشنج او خياطه كده علشان تديك احساس او نمط الجلد الموجود في العربيه مع تشبيه الجلد، ولكن هو في النهايه هو سوفت ماتيريال بشكل عام، كل ده سوفت ماتيريال. الملمس بتاعه مش وحش خالص. عندنا كمان تطعيمات من الكروم مع تطعيمات من البلاستيك الرصاصي الفاتح اللي موجود هنا في الطابلو من قدام، بيلحم مع فتحات التكييف الجانبيه اللي بتبقى واخده شكل دائري، شكلها شيك جدا وشبه فتحات التكييف اللي موجوده في اختها الكبيره الام جي اتش اس، شكلها رياضي ولطيف، لكن فتحات التكييف اللي في المنتصف بتاخد شكل مستطيل عادي ما فيش فيها اي مشكله. طيب عجله القياده قابله للتحكم او للتحرك في اربع اتجاهات، في اتجاهين عفوا، فوق وتحت بالشكل ده، لكن ما بتطلعش قدام او لورا، بتبقى فوق وتحت فقط. طيب زي ما قلت لكم برضو احنا بنتكلم ورا، ما عندناش فتحه سقف في اي من فئات ام جي اتش اس الثلاثه، ما فيش فيهم اي فتحات سقف، بالاضافه كمان للمرايه الخلفيه اللي هنا في الثلاث فئات بتبقى التعتيم بتاعها تعتيم يدوي مش تعتيم ذاتي، مع وحده اضاءه اماميه موجوده هنا ممكن اظبطها علشان اشغلها او اطفيها او تشتغل مع فتح وقفل الابواب، ولكن الاضاءه بتاعتها بتكون اضاءه هالوجين باللون الاصفر مش اضاءه ال اي دي. بالنسبه للتكييف انا مش فاكر اتكلمنا عن التكييف ولا لا، لكن بشكل عام التكييف في الفئتين في الثلاث فئات بيبقى تكييف مانوال مش اوتوماتيك، الشكل بس هو اللي بيختلف، شكل الازرار مع البكر هو اللي بيختلف ما بين الفئات الثلاثه وبعضها. في الفئه الثالثه والثانيه ممكن اتحكم في التكييف من خلال الشاشه اللي موجوده قدامي اللي هي التاتش سكرين ال 8 انش اللي اتكلمنا عليها. ده كده سريعا ما يتعلق ب ام جي زد اس 2022. بكده نكون وصلنا لنهايه الريفيو بتاعنا ل ام جي زد اس 2022. بفكركم دايما في نهايه كل ريفيو مهم تنزل تتفرج على العربيه بنفسك، تتعرف على الاوبشنز اللي فيها، تتعرف على اللي انت محتاجه منها واللي انت مش محتاجه، لانه عينك اكيد هتشوف احسن من الكاميرا واحسن مني اكيد. بشكركم جدا على متابعتكم، ونشوفكم ان شاء الله في عربيه جديده وريفيو جديد. ما تنسوش طبعا متابعتنا على قناتنا على اليوتيوب مجله عالم السيارات، على صفحتنا على الفيسبوك مجله عالم السيارات، وموقعنا الالكتروني عالم السيارات دوت نت. نشوفكم على خير ان شاء الله في عربيه جديده وريفيو جديد. مع السلامه.